ناجح يعني. أنا كطبع كدراسة أنا مفيش. مفيش. لا مش مفيش قوي يعني. يعني سنة كده وسنة كده. ممكن تلاقيني مثلا في سنة جايب 94% في الثانوية العامة مثلا 96 مثلا. زي ما حصل في ثالثة سنة. في سنة تانية جايب 71. بس مش معنى كده ان انا فاشل في الحياة. ان انا وجودي هنا ده كويس يعني ده نجاح ليا واصحابي. خلصت مدرسة؟ ما خلصت مدرسة؟ كلية رب. اوكي. مأجل سنة رابعة بقاله خمس سنين. مأجل سنة رابعة بقاله خمس سنين. حد ما أبويا اتخانق مني. بس مأجلها علشان هنا. علاقتك مع أهلك كيف؟ كان في مشاكل بالنسبة للدرس وللدراسة و... أنا كان نفسي أدخل معهد موسيقى عشان عايز أدرس مزيكا وكده و... بحب الموسيقى بس ما بعرفش اعمل حاجه غير الموسيقى يعني. حتى في ناس بتقول انت بتعرف في التجاره بتبيع وتشتري كويس وكده بس انا مش شايف نفسي غير في الموسيقى. بس والدي كان رافض عشان عندنا مبدا في مصر ان الانسان بشهادته يعني الكليه دايما بتفرق. فانا دخلت كليه حقوق دخلت الاول كليه اداب. والدي قال لي كمل السنه دي لو ما نجحتش حاول معاه بس. دخلت الامتحان كتبت اغاني طلعت ونجحت في ثلاث مواد حاجه غريبه بيكون ما صلح الاستاذ عجبتهم الاغاني بجد. كده حاولت كليه حقوق عديت اول سنه وثاني سنه وثالث سنه ورابع سنه بشكر الدكتور اللي سقطني في الماده دي ان انا سقطت في ماده هي بسببها اجلت وبسببها انا هنا. بس انه مفروض هلا تخلص حقوق يعني لما اطلع بقى لما اطلع ابدا بقى. سنة بتخلص حقوق؟ اربع سنين. بعد؟ لا فاضل يعني فاضل مادة يعني. فاضل مادة بعد مادة واحدة مادة. وخلص. بس انا معتبر نفسي بقى ماجستير بقى وبتاع. ليش قلت انك فاشل بالمادة بالدرس؟ صحابي كلهم مثلا اللي بيجيب مثلا جيد جدا اللي بيجيب جيد انا دايما مقبول ضعيف جدا وادخل المادة يعني اصلح. يعني شحشطة مثل ما بيقولوا. بعدي كده بالصدفة يعني. طيب شو بدك تخبرنا هيك شيء خليك يعني شيء بسطك كتير او زعلك كتير بالحياة في شيء حادثة معينة اللي زعلني كتير اثنين صحابي توفوا. اثنين كيف؟ واحد كان عنده سرطان الدم كان تعالج في بيتعالج في امريكا بعدها رجع بقى كويس شفته مثلا النهارده بالصدفه يعني كنت قعدت فتره ما اشوفوش فقلت له والله هاجي واشوفك انا اصلا نفسي اشوفك من زمان وكده انت كويس قال لي الحمد لله انا اتعالجت وكده بعدها باسبوع عرفت انه مات. اف حدا عنده شي سؤال محمد سعد؟ حدا عنده شي سؤال مدام؟ انا يلا علاقتك بامك كيف؟ انا بعشق امي بصراحه بحبها جدا هي الوحيدة اللي أنا كل ما بغني أمي تعيط غنيت أغنية حزينة بتعيط غنيت أغنية فيها فرح بتعيط بس بتعيط عشان نفسها تشوفني حاجة بس وبيك بيشجعك أو لأ؟ أبوي ساعات يقول لي أنا بحب الغنى وساعات يقول لي أنا ما بفهمش في الغنى ما تعرفيش بقى يعني أنت بتحب الغنى قول يا عم ما بتحبوش ما تقولش طب شجعوك اتنيناتهم تشجعوك الاثنين بيشجعوني بصراحه بجد والله يعني والدي هو اللي موصلني للمطار شجعك وعادي يعيط كتير لما وامك الا شيء لامك لانه هي اول وحده قالت لك انه صوتك حلو على فكره انا والدتي كانت نفسها ان انا ادخل استركه دي يعني ده حلم كان ليها برضه فانا عاوز اقول لها ان انا الحمد لله ان انا حققت لها حلمها وحلمي طبعا هي ويا رب تكون يعني تكون فخوره بيا دلوقتي واقدر اعوضها عن حاجات وحشه هي شافتها في حياتها كتير يعني شافت اشياء بشعه بحياتها بص احنا عيله مش هقول لك متوسطه لان متوسطه عندنا في مصر دي معناها حاجه كويسه بس احنا عيله تحت متوسطه كتير شويه والدي ووالدتي موظفين يعني. موظفين عندنا في مصر اسألي دينا واسألي عباس عندنا يعني فاحنا بنحمد ربنا
كتر خير الله. بص انا مش هعيط يعني عشان تخليني اعيط وابكي وبتاع، مش هعيط. لا 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 مش هيدا همي، لا مش هيدا همي، بس انه كتر خير الله انه اهم شيء. لا والله الحمد لله احنا عائله متماسكه و كلنا كويسين الحمد لله بجد والله. صحه منيحه وهيدا اهم شيء. واقل حاجه بتفرحني يعني، انا عاوز اقول لك ان اخويا لما اتجوز وخلف عمر عنده سنتين تقريبا الا شهرين او سنتين مش فاهم، دي حاجه زي ما يكون مصر خدت كاس العالم كده عندنا. طب ما انه بدي لك شغلي، المصاري مش هي بتعمل لا 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 لا. يعني هي الفكره كلها في ايه، ان احنا يعني ساعات الفلوس بتريح الانسان شويه بتخليه مرتاح، بس احنا في حاجات تانية بتخلينا مرتاحين اكتر. يعني يكفي ان احنا بنصحى من النوم مثلا مبسوطين فرحانين، مثلا بنضحك في وش بعض. ساعات بيبقى في مشاكل زي اي بيت بيحصل فيه مشاكل، اوقات بيكون في مشاكل من ورا المصاري بيكرهوا بعضهم بالعيله بالظبط، بس احنا الحمد لله يعني مرتاحين مبسوطين بالحياه مش مبسوطين بالفلوس، ودي كفايه. اه يا محمد.